أثبت لكم طريقة الدفع وكيف تقوم بسحب أموالك من خلال الضغط على withdraw إن هذا داخل هذا الموقع. سنتوجه إلى withdraw. اليوم سنقوم بسحب أموالنا. So أنت في هذه الحالة يجب أن تغير هذا، أي تغير رقم الأكاونت الخاص بك. أين تجد هذا الرقم الأكاونت؟ ستتوجه إلى payeer.com، تتوجه إلى my account، ثم تتوجه إلى copy، تقوم بنسخ رقمك الخاص وتضعه هنا. بعدما وضع هذا الرقم الخاص بك ستقوم بسحب أموالك بكل بساطة. Let's do it now. ستستقبل security card الذي ستجده في إيميلك. تبين من خلال تجربتي الخاصة أن هذا الموقع مزيف، ولماذا وكيف تحققت من ذلك؟ هنا يقول لي Sorry, today's limit for withdrawals has been reached. Please try again tomorrow. Current withdrawal limit per day $45. بمعنى أن هذا الموقع مزيف ولا أنصحكم بالعمل عليه. لقد قمنا فقط بتجربته. So بعد 4 أيام، الفكرة كانت حسنة، ولكن صاحب هذا الموقع قرر أن لا يدفع لأي أحد. So maybe إذا كنت أنت في الهند أو في دول أخرى ربما تستطيع السحب منها. لقد يمكنك القيام بتجربة وترى هنا كما تشاهدون أعزائنا الكرام 0.05 يمكنك سحبها، ولكن عندما أحاول أن أقوم بسحبها لا أستطيع. أنا لا أنصحكم، أنا في بريطانيا ولا أنصحكم بهذا الموقع على الإطلاق. ربما تستطيع السحب إذا كنت في مصر مثلا أو في دولة أخرى أو في روسيا، ولكن في بريطانيا هذا الموقع فيك. So لقد قمت ببحث صغير if this clicks genie legit or not scam. So many people they saying it's a scam. جميع التعليقات هنا حول clicks genie 89% يقولون أنه scam، وتجنب هذا الموقع لأنه مزيف. لا تقم بالعمل في هذا الموقع، أو ربما يمكنك تجربته. أنه حينما تصل إلى 0.05 يجب أن تسحبها. يجب على الأقل يمكنك سحب هذه الأموال حينما تصل إلى المينيموم 1. وبهذا نكون قد انتهينا من الشرح وتجنبوا هذا الموقع. Thank you very much. وإذا أعجبكم الشرح لا تنسى بمشاركته مع أصدقائك والضغط على زر subscribe للاشتراك في قناتنا.